وزير الصحة الجديد البروفيسور بن بوزيد، وعلى هامش تسلمه المهام الجديدة، أكد أنه سيغلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واصفا إياه بالوسيلة غير الرسمية للتواصل. وكاين أهم جديد جاء هو الفيسبوك. فيسبوك هذا هو الشغل، ما يقال في الشارع وفي القهاوي تشوفوه، ممكن حتى واحد يكون مليح يخرجوا له حوايج ماشي مليحه على فيسبوك نحيه كامل، لانه ماهوش طريقه رسميه وطريقه حضاريه.